ساعات ما قبل الإفطار تبقى هي الأثقل على اللاجئ السوري الحاج أبو ربيع وعائلته. سكاي نيوز عربية التقته وعائلته قبل عام، لكن حاله لم يتبدل كثيرا منذ ذلك الحين. رمضان هذا العام والسابق كانا شحيحان عليه بخيراتهما. رمضان الماضي كان أرزاق، يعني المعيشة كان أحسن من الله. الله ما في شيء، يعني لا خيرات عم يجي ولا شيء ولا شيء. زاهدة وهي نسيبة الحاج أبو ربيع تحققت أمنيتها العام الماضي بأن تلتقي بأهلها، فكان لقاء الأهل بالمخيم هذا العام غصة في النفس، حيث الوطن تغريبة والأمن خوفا وكل ما سواهما فاقد لطعمه. لا والله ما له طعمي بالغربة، ما له طعمي. ليش الكذب؟ حتى الأكل هون ما بدي أكل. السنة الماضية وهذا السنة يعني أسوأ رمضان وأسوأ عياد راح نقضيها هنا بالعراق. ليش؟ أهلينا مو موجودين هنا. فقدت عائلة الحاج أبو ربيع العام الماضي رضيعا من جراء إصابته بمغص معوي ناجم عن تلوث مياه الشرب. وهذا العام رزقت الأسرة بطفل آخر، لكنه يعاني من تشوه خلقي، ومع مجيء هذا المولود تتجدد مخاوف الأسرة من أن يواجه مصيرا شبيها بمصير شقيقه. تمر أيام وليالي شهر رمضان على عائلة الحاج أبو ربيع في مخيم اللاجئين وقد تجردت من بهجتها، فالغربة القسرية قهر على أهلها، والأمن أضحى خوفا، والتغريبة أصبحت بديلا عن الوطن. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، من مخيم دوميز للاجئين السوريين في محافظة دهوك.